بين كل فترة وحين تطل تقارير عن تصنيف أثرياء العالم وتضع الضوء على حجم ثرواتهم وتقدم قراءة شاملة عن أغنى الدول والمدن في القارة الإفريقية. لكن ماذا عن أثرياء المغرب؟ ارتفاع أثرياء المغرب إلى 6800 مليونير وأربع مليارديرات، هذا ما كشفه تقرير الثروة الإفريقية لسنة 2024 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية هيتلي أند بارتنرز. وحسب التقرير ذاته، فإن المملكة المغربية تحتل المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي من حيث عدد الأثرياء الذين تفوق ثروتهم مليون دولار أمريكي بحوالي 6800 شخص، واحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث عدد المليارديرات، أربع مليارديرات مغاربة تفوق ثروتهم مليار دولار، في حين ضمن رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش مرة أخرى مكانه في قائمة أغنى الأفراد في إفريقيا لهذه السنة إلى جانب رجل الأعمال المغربي عثمان بن جلو الرئيس والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يعمل في أكثر من 20 دولة إفريقية.